يلا بينا، كلام عالمي كده. ما شاء الله، يلا بينا. يلا. ان هي دي اللقطه، هو الراجل ده بيدور على الشو وعلى اللقطه مش على الكوره، بيفكر في الكوره قد كده واللقطه والشو قد كده. في مواقف كتيره جدا. ماله بقى كابتن ميدو معاك؟ انت زعلان ليه؟ ما هو نجوم الكوره هي بتقول رايها. انت جايباني ان انت عايزاني اقعد اتكلم على انا مش عايز اخسر الناس، مع ان هم خسرانيني. يعني انا لو قابلته في مكان مش هسلم عليه خلاص. عشان قال كده؟ عشان لا، مش مرة، ده بيتكلم عليه كتير قوي. كان بيهاجمك وانت في نادي الزمالك؟ ما كانش يعرف يهاجمني وانا في نادي الزمالك. ليه؟ ما كانش يعرف ليه؟ كان بيخاف طبعا. انا هرد على دي، بس مش عايز اتكلم على حاجه تانية خالص. ما تخسرنيش الناس اللي انا بحبها، ما تخسرنيش الناس التانية، لان هو على طول بيقعد يتكلم عليا. اصل الفقره دي اسمها حق الرد. انا رديت قبل كده وانا مش صاحب لقطه، وانا يمكن ارد عليه في اللقطه دي. انا مش صاحب لقطه، وانا مش محتاج ان انا اخد لقطه، ولان الحمد لله انا يمكن اسمي محمود كهربا، يعني مش اي حد وخلاص. انا يمكن لسه بدري، لسه عندي 27 سنه ولسه قدامي عمر ولسه هعمل حاجات كتير، لكن مش من حقه، يعني مش من حقه ان هو كل يوم يقعد يسخن عليا الناس. بمناسبه ايه اصلا يقعد يسخن عليا الناس؟ طب بينتقم منك عشان سبت نادي الزمالك؟ لا، هو بينتقم مني عشان حاجات تانيه. معروفه ولا غير معروفه؟ تقدر تقولها؟ لا، كان قصه قديمه كده، بس خلاص انا مش عايز اتكلم. انا اصلا مش عايز اتكلم. الشباب وهم صغيرين دي بتبقى في. لا، مش عايز اتكلم انا اصلا عليه. قال لي انا مش شايفه برضه. ما يجيبليش بقى حاجات تانية عشان انا ما مش قادره اهضمها. يعني انت مش شايف كابتن احمد حسام ميدو؟ يعني اللي بيزعلك ما بتشوفوش؟ بص، انا عندي مشكله دلوقتي ان انا لو كنت مش لابس تيشيرت النادي الاهلي كان زمان رديت عليهم واحد واحد، وكان حاجات بقى صعبه جدا. يعني انت كنت عارف اخد حقي مهما كان مين، النادي الاهلي ومهما كان مين، اي حد طلع يتكلم عليا وغلط فيا كنت ممكن ارد عليه، بس انا لابس تيشيرت النادي الاهلي فما ينفعش. فانا ارد عليهم في الملعب بس. تمام.